بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 25، علم مرسوم الخط. وبالأمس تكلمنا على الألف ومواضع زيادتها في القرآن، وأحيانا تزاد في أول الكلمة، وأحيانا تزاد في آخر الكلمة، وأحيانا تزاد في أوسط الكلمة. ووقفنا على النوع الثالث، والثالث تكون لمعنى في نفس الكلمة ظاهر، اللي هي لما تزاد في وسط الكلمة بقى. وجيء يومئذ بجهنم، دي في سورة الفجر. وجيء تلاقيها مكتوبة في المصحف ايه؟ واو جيم ألف، وبعدين ايه؟ وبعدين ياء، وعليه علامة المد وهمزة. لكن انت لو هتكتبها عادي هتكتبها جيء، جيم مكسورة وياه وعليها همزة وخلاص، اخرها همزة، مش كده برضو؟ لكن في القرآن مكتوبة جيم ألف، يبقى زي ده في ايه؟ في وسط الكلمة، فهمت؟ وجيء يومئذ بجهنم، زايدة يعني ايه؟ زايدة خطا، لكن غير موجودة نطقا، زايدة في الخط بس، فهمت؟ وعلشان كده بيقول لك ايه؟ زيدت الالف دليلا على ان هذا المجيء هو بصفة من الظهور ينفصل بها عن معهود المجيء، وقد عبر عنه بالماضي، ولا يتصور الا بعلامة من غيره ليس مثله، فيستوي في علمنا ملكها وملكوتها في ذلك المجيء. ويدل عليه قوله تعالى في موضع آخر، لأن جيء يومئذ بجهنم ده مجيء ليس كسائر المجيء، فخطها بخط ليس كسائر الخط عشان الرسم يوافق المعنى، يبقى ده مجيء غير معتاد. فهمت بقى ازاي؟ فراح خلاها مكتوبة كتابة غير معتادة كمان، فهمت؟ ليدلك على أن الرسم جزء من المعنى، فهمت؟ لأن ده مجيء غير معتاد، ما شفناهوش قبل كده، ومش قادرين نتصوره، لأن أمر غيب محض، فهمت؟ عشان كده ربنا بيقول إيه في موضع آخر، وبرزت الجحيم، وقوله وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، يبقى ده مجيء غريب يعني. هذا بخلاف حال وجيء بالنبيين والشهداء. وجيء بالنبيين والشهداء في سورة الزمر اتكتبت أحيانا بزيادة الألف، وأحيانا في بعض المصاحف بغير زيادة ألف. المصحف اللي بين إيدينا مكتوبة بزيادة الألف، الذي لم يثبت الألف قالك لأن مجيء النبيين مجيء معتاد متصور، فهمت إزاي؟ وهو حضورهم هذا الموقف، وبالتالي لا تحتاج لزيادة الألف. واللي قالوا التانيين اللي زودوا الألف قال لك لا، ده مجيء فيه كرامة وفيه زيادة فضل، فليس مجيئا معتادا، فهمت؟ فزودوا الألف. فاللي رأى أنه هو مجيء فيه إكرام وفيه رفع رتبة زود الألف، لأنه مجيء فيه زيادة إكرام، فهمت؟ فزودوا الألف لبيان الزيادة. واللي قالوا أن مجيء الأنبياء شيء متصور وشيء معهود انه يجيء في مثل هذا الموقف، فكتبوها كالمعتاد بغير زيادة ألف. فهمت بقى المسألة؟ وجيء بالنبيين والشهداء حيث لم تكتب الألف في بعض المصاحف، خد بالك، لأن في مصحفنا احنا مكتوبة، لأنه على المعروف في الدنيا كمجيئهم في الدنيا يعني، وفي تأوله بمعنى البروز في المحشر لتعظيم جناب الحق أثبتت الألف فيه أيضا في بعض المصاحف. فهمت بقى؟
وكذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، في سورة الكهف. لشيء المفروض تكتب شين يه على طول، لا دي ما كاتب لك شين ألف وبعدين إيه ياء وهمزة. الشيء هنا معدوم لأن ده لسه هيتعمل غدا، فمعدوم الحال وأنا بتكلم عليه معدوم لأنه لسه لم يأتي وقت ظهوري، فهمت؟ الشيء هنا معدوم، وإنما علمناه من تصور مثله، من تصور مثله الذي قد وقع في الوجود، فنقل له الاسم فيه من حيث أنه يقدر أنه يكون مثله في الوجود. فزيدت الألف تنبيها على اعتبار المعدوم من جهة تقدير الوجود، إذ هو موجود في الأذهان فقط وليس موجود إيه في الأعيان، ليميز بين الموجود في الأذهان والأعيان والموجود في الأذهان دون الأعيان، فهمت؟ وهذا بخلاف قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون. شيء هنا مكتوبة كالمعتاد، شيء عادي. فإن الشيء هنا من جهة قول الله لا يعلم كيف ذلك، بل نؤمن به تسليما لله تعالى سبحانه فيه، فإنه سبحانه يعلم الأشياء بعلمه لا بها، ونحن نعلمها بوجودها لا بعلمنا، فلا تشبيه ولا تعطيل. لما يقول ربنا إنما نقول لشيء كن فيكون، علم الله بالشيء معلوم سواء كان معدوم أو موجود، فيستوي عنده الأمران بخلاف نحن. إحنا عندنا الشيء ما يتعلق بنا، فالمعدوم غير المعلوم، فهمت بقى إزاي؟ فكأن الشيء عند الله إن لم كان معدوما في الايه في الخارج إلا أنه معلوما في علم الله، فهو له جهة علم على أي حال سواء كان موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج، فهمت بقى إزاي؟ عشان كده لم يثبتوا الألف في إيه قول الله لشيء، لأننا قول الله للشيء، والشيء هنا شيء معتاد علمه سواء كان بالعلم القديم أو بالوجود الحادث، فهمت؟ وكذلك إلى فرعون وملئه، ملئه حط لك فيها إيه ألف زيادة برضو في سورة هود، زيدت الألف بين اللام والهمزة تنبيها على تفصيل مهم ظاهر الوجود، كأن ملأ فرعون دول يعني ناس في غاية الزينة وفي غاية الزيادة، فلما كانوا في غاية الزينة والزيادة زود لك الألف، فهمت بقى إزاي؟ عشان يدي لك من خلال رسم الكلمة معنى زائد فيها، واضح؟ ومثله زيادته في مائة، احنا لما نكتب مائة بنكتب ميم همزة على نبرة وته مربوطة، مش كده برضو بنكتبها كده، لكن في القرآن تلاقيها ايه ميم ألف، يحط لك ألف وبعدين الهمزة اللي على ايه اللي على النبرة وبعدين التاء، لأن المائة فيها زيادة إيه أحد وعشرات، فيها أحد وفيها إيه وفيها أزواج وفيها عشرات وفيها أعداد كتيرة، فلما شملت أعداد كتيرة وأنواع كتيرة زود لك فيها الألف لبيان معنى زائد فيها، فهمت بقى؟ ومثل زيادته في مئة لأنه اسم يشتمل على كثرة مفصلة بمرتبتين أحد وعشرات. قال أبو عمرو في المقنع، أبو عمرو الداني له كتاب اسمه المقنع بيتكلم فيه على رسم المصحف، لا خلاف في رسم ألف الوصل الناقصة من اللفظ في الدرج نحو عيسى ابن مريم والمسيح ابن مريم، وهو نعت. انت ما بتكتب تكتب عمر ابن الخطاب ما بتثبتش الالف، لكن عيسى ابن مريم اثبتوا فيها الالف، المسيح ابن مريم اثبت فيها الالف، عزير ابن الله اثبت فيها الالف، واخد بالك؟ لاثبات زياده معنى فيه انه ابن امه ولا اب له، فهم؟ وفي عزير ابن الله لاثبات معنى زائد فيه ان هذا ادعاء باطل، فهمت بقى؟ فكل ده فأثبتوها عشان كده. كما أثبتوها في الخبر نحو عزير ابن الله والمسيح ابن الله ولم تحذف، وحاشا الله أن يكون له ابن.
ولم تحذف إلا في 5 مواضع. قال: ولا خلاف في زيادة الألف بعد الميم في 100 و200 حيث وقع، ولم تزد في فئة وفئتين. لكن فئة، مع أن فئة على وزن 100، ما أثبتش في فئة الألف، فهمت؟ وكذلك فئتين. وزيدت في نحو: تبوء بإثمي ولتنوء بالعصبة في القصص، وده ذكرها في الأول. ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن رسمت خطا في المصحف إلا في هذين الموضعين. ولا أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في قولي موئلة في سورة الكهف لا غير. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على القسم الثاني، زيادة الواو، إنه أحيانا يزود لك الواو في بعض الإيه، زي سأريكم آياتي، زي إيه، أولئك، أولئك يكتب لك ألف وعليها همزة وبعدين واو وبعدين لام، مش كده بتشوفها كده، في حين أنك أنت دي همزة مضمومة بس فيش واو، لكن يزود لك الواو، فهم؟ يبقى رسم المصحف ده أمر توقيفي ناخد بالنا منه. فغدا إن شاء الله نتكلم على أقسام زيادة الواو. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفران ذكره الغافلون.